نقلت شبكة CNN الأمريكية عن مسؤول في إدارة ترامب أن الغارة التي استهدفت موقعا للجيش السوري وميليشيات عراقية نفذتها إسرائيل. وكان الحشد الشعبي في العراق قد أكد مقتل 22 من عناصره في غارة جوية على مدينة البوكمال السورية. وقد اتهم الحشد مقاتلات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بشن غارتين بصواريخ مسيرة على مواقع ثابتة للحشد في مدينة البوكمال. ومن جهة أخرى نفت وزارة الدفاع الأمريكية شن أي ضربات على الحدود المشتركة لسوريا والعراق أو في المنطقة بشكل عام.